ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا تحسين طه. أهلا بك تحسين. إذا أغلق الأمن العراقي جسري الجمهورية والسنك، كيف تبدو الأجواء ميدانيا لديك، وماذا عن تداعيات ما يجري على الساحة السياسية أيضا؟ أهلا فرح. نعم، القوات الأمنية التي دخلت يعني حالة انذار بسبب الاحتجاجات وتصاعد الاحتجاجات ليلة أمس، ما تزال حتى هذه اللحظة متواجدة في جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وأيضا بمداخل ومخارج المنطقة الخضراء. لكن قبل قليل تم فتح جميع المداخل والمخارج للمنطقة الخضراء التي كانت مغلقة أو محددة بالدخول وفق من يحمل باجات الدخول أو الذي يسمح له بالدخول. الآن تمت فتح الطرق والمداخل بشكل طبيعي، لكن لا تزال هنالك عمليات قطع مستمرة لبعض الطرق التي هي باتجاه جسر الجمهورية فقط. جسر السنك تم فتحه من قبل القوات الأمنية، وبقى فقط جسر الجمهورية الذي هو يربط ما بين ساحة التحرير وإحدى بوابات المنطقة الخضراء الرئيسية، بوابة وزارة التخطيط. أيضا هنالك انتشار مستمر حتى هذه اللحظة للقوات الأمنية العراقية وأيضا قوات مكافحة الشغب في مقتربات المنطقة الخضراء وداخل المنطقة الخضراء وأيضا في محيط ساحة التحرير التي تأكد بأنها سوف تشهد تجمع للمتظاهرين بشكل مسائي، خاصة وأن هنالك دعوات قد وجهت منذ يومين لبعض الجهات التي هي قريبة من الإطار التنسيقي الذي هو مشكل للحكومة الحالية برئاسة محمد الشاع السوداني. كما أن بعض المصادر السياسية تتحدث بأن الإطار التنسيقي الذي يمثل جميع القوى والأحزاب الشيعية باستثناء التيار الصدري سوف يكون له اجتماع، وهو اجتماع طبعا دوري، لكن سوف يخصص لبحث تداعيات التجاوزات التي ارتكبت بحق تدنيس العلم العراقي وتدنيس المصحف الشريف في السويد وأيضا في الدنمارك، خاصة أن الحكومة العراقية كان لها موقف باتجاه السويد يعني طرد السفيرة السويدية واستدعاء أو سحب السفير العراقي والقائم بالأعمال من هناك. ويتوقع يعني بأن يتخذ نفس الإجراء من الحكومة العراقية باتجاه الدنمارك، خاصة وأن الحكومة الدنماركية حتى هذه اللحظة لم تعلق بشكل رسمي عن ما جرى، وأن هنالك من يرى بأن الذين قاموا بتدنيس العلم العراقي وحرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في الدنمارك كانوا قد حصلوا على إذن وموافقة، وخاصة أن بعض المقاطع التي تم تداولها والبث المباشر الذي قامت به العناصر التي تنتمي لجهة متطرفة في الدنمارك رصدت وجود قوات أمنية وبعض رجال الشرطة وأيضا قطع للطرق وحضور بعض الصحفيين. إذن هذه يعطي مؤشر على وجود موافقات وتبليغ مسبق قبل هذه الحادثة. شكرا جزيلا لك تحسين طه، كنت معنا من بغداد.